ازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ الفيديو اللي فات كنا مبسوطين باسبوعين اجازه وقلت بقى انا اصور فيديو ومش عارف ايه، اكتشفنا ان الاجازه اتمدت النهارده اسبوعين كمان. هي حلو بس وحش لان انا قاعد في البيت. طبعا انا لسه صاحي من النوم حالا. طبعا احنا يعني انا ما اعرفش بقى النهارده يوم ايه والساعه كام، ما بهتمش يعني هروح فين، لا في مدارس ولا شغل ولا. طبعا انا استغليت بقى الموضوع ده ان انا اصور فيديو تاني، وسبحان الله يعني النشاط ده من علامات يوم القيامه ان انا انزل فيديوهات باستمرار. انتوا عارفين ان ده اصلا ما كانش ده مستحيل. الفيديو بتاعنا النهارده بقى هو رياكت على فيروس كورونا. ده حرفيا ده بجد، مش هننزل له بقى مظاهرات ومش هنرياكت عليه، يعني احنا نرياكت على فيروس كورونا زي ما اسكندريه نزلت عملت مظاهرات ضد فيروس كورونا. انا بصحى من النوم عادي بفتح الموبايل بلاقي كل حاجه عن كورونا، الاقي بقى اي حد اي واحد عنده، حتى يعني مش هقول لك الانفلونسرز والناس اللي عندهم متابعين على اي حاجه، لا اي حد عنده مثلا 200 واحد عنده على الانستجرام يطلع ينصح الناس يا جماعه ما تنزلوش من بيوتكم. لا والله ما انا عارف ايه الجديد اللي انت قلته. تلاقي برضو فيديوهات منتشره الواحد قاعد في بيته ما تعرفش هو ده دكتور ولا ده ايه، لابس لك بس كمام منزلها لك لدقنه وبيتكلم يا جماعه ما تنزلوش يا جماعه غلط والفيروس ده لو احنا هنبقى زي ايطاليا، انتوا شايفين الناس كانت بتستهتر. وانا ما اعرفش، انا واحد صحيت من النوم لقيت ان مره واحده في فيروس ولازم اقعد في البيت. 90% من اللي بيشوفوا الفيديو ده ما يعني ناموا صحي ولقوا انه في الدنيا اتقلبت 360 درجه، كله بقى دكتور، كله بقى يقول لك اعراض الكورونا ايه، وكله بقى يقول لك ان لازم نقعد ستاي هوم. ستاي هوم طبعا هو ممكن يكون طالع لك يعني في الشارع، انت مين؟ عرفني انت دكتور ولا انت واحد، انت عايز ايه؟ تلاقي الناس بتشير 40,000 شير، فتلاقي واحد تاني طالع في فيديو واقف وراه صيدليه يا جماعه فيروس كورونا بيقولوا ان هو انتشر في مصر وسط ناس مش عارف ايه، والناس بتشير. اي حد دلوقتي بقى عالم، وتلاقي بقى اخبار ان مصر لا ما فيهاش 400 حاله، لا مصر فيها 80 مليون حاله. المشكله من ورا الفيديوهات دي يعني هي مش توعويه، لان هي لو توعويه خلاص فيديو اتنين الناس شافت ان هم جابوا فيوز نسكت. الناس بقى بتطلع تزيد ليه؟ لان هي شايفين ان الموضوع بيجيب فيوز وبيجيب ان هو ممكن يتعرف، ممكن دكتور اسنان يلاقي ان دي ماركتنج حلو جدا، لعل وعسى لما الازمه تعدي هو بفهم يبقى انا اللي اتكلمت عن فيروس كورونا. الفيديوهات دي بتصيب الناس فعلا بالذعر وبالرعب وبالحاجات اللي هو انا كنت بترعب من الفيديوهات دي. الناس بمجرد ما بتسمع الحاجات دي بقى بينزلوا مره واحده كده على السوبر ماركتات، هوب اشتري كل اي حاجه تقابلك قدامك خدها حتى لو مش هتستخدمها. كان في صوره منتشره الراجل حاطط حاجات بيحاسب عليها، حاطط بتاع 40 علبه زبادي، معلم الزبادي يعني مده صلاحيته بالميت 8 ايام، فانت بتخزن لايه؟ وشايلين فاكهه وخضار يا جدعان طب ما هو المحل فاتح، يعني ما قالوش ان هم يقفلوه. فانت الناس اللي على الفيسبوك دول هيودوك في داهيه، اوعى تصدق حد من دول. غير بقى طبعا الناس اللي تقول لك رش على ايدك كحول وطهر ارض بيتك بالكلور. كحول اولا هو بيقضي على البكتيريا بس، خلاص اللي في ايدك فيه بكتيريا بيموتها، لكن مفيش اصلا لسه ما اكتشفناش هو فيروس كورونا ده ايه اللي بيعمل، يعني ايه بيعمل معاه ايه، لسه ما نعرفش فاهم. مفيش اي دراسه بتقول لك ان الكحول هو بيموت فيروس كورونا فاهم. كنا رحنا بقى محل بتاع كحوليات شربنا لنا ازازتين بيره ونضفنا جسمنا من جوه خلاص وماشي تمام بقى، طهرنا الايه المجرى الجهاز التنفسي بقى. اعقلوا اللي انتوا بتقولوه عشان من ايه ما. طبعا لازم نلبس كمامات وجلافزات. اصلا اللي بيلبس جلافزات ده اكتر واحد عرضه ان هو يلوث الدنيا اللي حواليه كلها، لان انت بتبقى لابس حاجه لمده 24 ساعه، انت بتلم بقى ايه كل حاجه حواليك، بتلم بقى ايه فيروسات تانية ممكن احنا نكتشفها في الجوانتي بتاعك. تيجي بقى بكل سذاجه بتقلع الكمامه كده، بسم الله ما شاء الله عليك، فانت خدت كوكتيل فيروسات في كده ايه بالهنا والشفاء يعني. وفي الاخر قالوا لكم ان ام الفيروس ما بينتشرش في الهواء، فلو هتحموا نفسكم احموا نفسكم صح بقى، مش عايزين فاتي. كنت في مشوار يعني ضروري في الشارع ان انا امشي فيه، لازم اروح فرع بنك، رحت هناك فانا مش لابس كمامه ومش لابس جلافز، انا عارف انا يعني عارف المفروض اخد احتياطاتي ازاي. الناس بصلي بصت بقى اللي هو ايه ده انا داخل اسرع البنك، اللي هو ايه ده مش لابس كمامه ولا لابس جلافز، ايه بقى ده؟ انا مش لابس كمامه لان انا مش هكلم حد عن قرب، ولو هكلم حد عن قرب يعني ما هقول له بعد. تاني حاجه ان انا مش البس جلافز لان الجلافز بيلم اوسخ حاجه في الحياه، يعني ممكن يلقط التراب اللي في الجو ده. اكتر حاجه بقى بتنرفزني انا شخصيا تلاقي فويس على الواتساب كده منتشر على الفيسبوك كله بيشيره، والصوت دايما فيه بيبقى صوت رجاء الجداوي، حد بيتكلم يا جماعه خليكوا في بيوتكم، كورونا بيجري ورا ابني دلوقتي والكورونا دخل الشارع عندنا فمحدش ينزل من بيوته. وطبعا تلاقي الناس لا اله الا الله وبيشيروا، يعملوا منشن لبعض، شفت مش
قلت لك ايه بقى مصدر الفويس ده، يعني الفويس ده بتاع مين ومين اللي بيتكلم عشان تشيروه، عشان تاخدوا بيه، عشان تمنشنوا بعض، عشان تشيروه، عشان فمالوش اي لازمه الناس اللي بتقعد ترعب في الناس دي. يعني انا يا رب بس الفيديو ده يطمن الناس، يحسس الناس ان هو على قد ما هو هم يحزن، هو هم يضحك، يفشخك ضحك، يموت الفيروس من الضحك. وارجع واقول ان الناس اللي بتفضل ترش كحول على ايديها لحد ما ايديها شققت، كحول ما بيدمرش الفيروس، هو مش بكتيريا ولا جرثومه عشان يدمرها، ده فيروس. والموضوع بس محتاج منك ان انت تعقل، يعني انت عندك ده، فلتر بقى كل الزحمه اللي في الحياه دي، وكل اللي بيقول كلمه، وكل اللي بينشر حاجه ملهاش اي مصدر ولا تعرف اصلا مين اللي بيقولها. فلتر بقى، اعرف ايه المصدر الصح وايه المصدر الغلط. تعالوا بقى نشوف ايه تعامل المصريين مع الفيروس. احنا واخدين الفيروس ده عند هنموته من الغيظ مثلا، الفيروس ده اكنه مدير شركه واحنا موظفين بنعند معاه، شوف انت هتعمل ايه انا هعمل عكسه. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا كده باول حاجه، ان امبارح في محافظه اسكندريه ايه اللي حصل، ان الناس نزلت تكبر في وش فيروس كورونا. الناس بتقول لك كبر في بيتك، اطلع كده من بلكونتك، ادعي ربنا والناس تقول امين وراك. الموضوع بقى ما يوسعش منك ان انت تنزل تتجمعوا، الفيروس بيقول لك ما تتجمعوش، انت فاهم احنا مانعين الصلاه في المساجد يا معلم عشان الفيروس، انتوا بتتجمعوا عشان تقولوا الله اكبر للفيروس. انا مستنيك ترد عليا. الاخوه المسيحيين، في واحد يعيني صحي على الناس وهي في الشارع بتكبر، فده كان رد فعله. في ايه طيب؟ في ايه؟ يا جماعة في ايه طيب؟ تخدونيش الايام قامت طب ولا ايه؟ يا جماعة ما تخدونيش على نفسي طيب؟ يا نهار اسود، طب انتوا اللي طلعتوا صح ولا ايه؟ هو مش فاهم هو في ايه؟ هو يا جماعة مش المفروض ندعي في بلكوناتنا او في سطح بيتنا وندعي؟ انتوا بتعملوا ايه؟ موتوا الفيروس من الضحك يا رجاله. اللي بيصور يعني فاهم اللي فيها. المشكله بقى ما وقفتش هنا وبس، لا كان في ناس بقى ماشيه في الشارع بتعارض الفيروس، ارحل يا فيروس. طبعا في ميكروباص دخل ففتح بس الباب، الناس جري، ده حرفيا الناس جري، افتكروه غالبا مثلا ميكروباص حكومه. فيعني هل انتوا مش خايفين من الفيروس ومن التجمعات اللي انتوا عاملينها وخفتوا من الحكومه؟ يعني الضابط هيبه عن الفيروس اهو، هنا هيروح داخل هيروح بص الميكروباص ده داخل عليهم دلوقتي كده، داخل هيفتح بس الباب اهو. الناس يعني طب الفيروس يا جدعان الفيروس، طيب هنحاربه ازاي كده؟ دخل بس بكل ادب كده، راح فتح الباب، ما عملش اي حاجه، فتح الباب بس الناس جريت. طب يا جماعه عندنا فيروس المفروض يتنحى دلوقتي، عندنا فيروس لازم يمشي. طبعا كله جري والعربيات جريت، تفهمش جريوا ليه؟ طيب انتوا جريتوا ليه؟ هل انتوا مثلا الفيروس ده معاه قوه سياسيه، ولا الفيروس ده مثلا ابن حد تقيل في البلد؟ ناس مره واحده بقى جريت بالشكل ده. الفيروس فاك. طبعا دي كانت مشكلة ما بين مؤيدين ومعارضين الفيروس. طبعا رد فعل الفيروس كان غريب جدا. ايه العمل ده؟ ايه الجهاد ده؟ دي مؤسسة صاحبي سمعت رصد على الحضارة، حرام عليهم. ايه الجنان اللي شفناه ده؟ ايه الهبل والجنان ده؟ الناس طبعا ما سكتتش، قام جه واحد ايه طالع من البلكونة، بدل ما يكبر بقى زي الناس او يدعي، قام طالع عمل كده. احنا ما اكتفناش ان احنا نطلع نغني في السطح، ايه اللي حصل؟ في فيديوهات انتشرت في ايطاليا ان الناس بتصبر بعدها ان هم بيطلعوا بقى من ايه من شبابيكهم، طلعوا غنوا بيغنوا يعني بيطمنوا بعض ان احنا مع بعض، بس ايه من بلكوناتهم. فده كان المنظر. احنا بقى نسكت؟ لا ازاي، احنا هنعلي عليكم.
فللأسف كان رد فعل الفيروس المرة دي مختلف. والله انتوا ناس عسل. انا كنت بالي الموضوع سيريس واخد بالك جد، بس ضربتها في دماغي واخد بالك، قلت انت يا عم بتكلم ناس ولاد وسخة واخد بالك، عارف انت ازاي ما ينفعش الكلام ده معاهم واخد بالك، دول عايزين فتة وكوارع. والله العظيم احنا عشنا احلى ايام حياتنا، ده بجد انا مش بهزر، دي احلى ايام حياتنا. نحط الضحك في حاجات غريبه وفي اماكن غريبه يعني دي طبعا البوستات اللي كانت منتشره بيحرقوا عالم الكورونا في محطه الرمل، ثوره ثوره حتى المصل، واحد في العماره جنبنا بيكبر بقاله 10 دقايق محدش رد معاه، قال لنا ده انتوا منطقه وسخه، انا داخل انام لما ابقى نايم واصحى مخضوضه وهم يكبروا يقولوا الله اكبر. ولا انجي كده. انا اكون لخصت لك الاسبوعين بتوع الكورونا اللي فاتوا دول، اللي هم الاجازه اللي احنا خدناهم وحاله الطوارئ اللي حصلت. ما تخرجوش كتير الا للضروره القصوى، ده فعلا يعني لو انت مثلا هتروح تسحب فلوس، هتروح تجيب حاجات للبيت، هتروح شغلك لو انت شغلك مثلا في جهه خاصه، اعملوا الحاجات اللي انتوا تقدروا تعملوها بس. لكن بقى لا نقعد بقى ننزل في الشارع ولا نتجمع ولا نعمل حمله مش عارف ايه. يا رب يكون الفيديو ده عجبكم ويعني ايه خلاكم حتى لو انتوا متضايقين من اللي احنا فيه ده كده تضحكوا شويه. انا الحاجه الوحيده اللي انا اكتسبتها من الحوار ده ان انا ما بقتش اكسل في ان انا اعمل فيديوهات. شير لايك لو انت اول مره تشوفني، ما تنساش ان انت تعمل سبسكرايب في القناه دي وتفعل زر الجرس لو انت عامل سبسكرايب ومش مفعل زر الجرس، فعل زرار الجرس ونوصل الفيديو ده لايكات كويسه ونشروه بقى للناس. اشوفكم الفيديو الجاي، عاش يا ابطال. زي ما انا بعلى في السنه من بعلى ده دعم دعمك انت هربي معدن انا عم صعبي التلال السند انت للسنه للسنه يا اجر الصوت بجمع قصه اجر الصوت بجمع قصه يا البسها